اليوم هو الدرس الأول من دروس الخطوة الثانية في تعلم اللغة الإنجليزية. فأهلا وسهلا بكم في الخطوة الثانية في تعلم اللغة الإنجليزية. وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، ونرحب بكم. الشاشة أعتقد ظاهرة، أعتقد الشاشة ظاهرة، ماكو مشكلة. نعم تمام. إذن طلابنا الأعزاء، اليوم راح نبدي أول خطوة وشلون نتعلم لغة إنجليزية وشنو الخطوات اللي نسويها. شكرا جزيلا طلابنا الأعزاء، شكرا على كلامكم الجميل. طيب إذن خلونا نبدي بالخطوة الثانية. أولا عندنا المقدمة وكيف تقرأ. نعم المحاضرة مسجلة. إذن المقدمة وكيف تقرأ. طلابنا الأعزاء، الطريقة الصحيحة لدراسة الجمل أو لدراسة القصص أو إلى آخره، لأن أنت مثل ما تعرف أساس تعلم اللغة الإنجليزية هو حفظك للجمل وللمفردات وللقصص. طيب فالطريقة الصحيحة لدراسة الجمل هي أولا تكرار الجمل بنطق صحيح أكثر من 20 مرة. الصوت واضح؟ دقيق. دقيقة خلي أشوف الصوت. هسه طلاب الصوت واضح؟ ألو؟ نعم. إذن طلابنا الأعزاء، ماكو مشكلة بالصوت، المشكلة يمكم. إذن طلابنا الأعزاء، إخوان صدقوني هذا كلام قاعد أقول لك إياه يعني من أرض الواقع، ما قاعد أحكي لك نظريات أساتذة ودكاترة دارسين هنا بجامعة إكسفورد وجاي يريد يطبق عليك. هذا كلام من أرض الواقع. قبل لا نتعلم لغة إنجليزية أو قبل لا نخطو بتعليم اللغة الإنجليزية أكو شغلة كلش مهمة. إذا تريد تعلم إنجليزي اليوم ابدي بداية جديدة، أخطي خطوة جديدة، قول خلاص انتهى الموضوع، أنا لازم أتعلم لغة إنجليزية، ابدي من الصفر اليوم. خلي يكون عندك همة وطموح وهدف حقيقي لتعليم اللغة الإنجليزية. وطريقة تعلم اللغة الإنجليزية يا أخوان، تريد تتعب على نفسك. أخوان ضروري جدا الواحد من عندنا لازم يهتم بهذا الشيء، بتعلم اللغة الإنجليزية. طيب طلابنا الأعزاء مثل ما تعرف تعلم اللغة الإنجليزية يحتاج إلى شيء مهم جدا، وهو الواهس والرغبة. إذا ما كانت عندك واهس وإذا ما كان عندك رغبة لتعلم اللغة الإنجليزية، صدقني صعب راح تتعلم إنجليزي. إذا ما كان عندك هدف ورغبة حقيقية من كل قلبك تقول أنا جاي أريد أتعلم إنجليزي، الموضوع يحتاج يعني أنا أسميها قفلة باب. شلون يعني قفلة باب؟ هسه أنا أقول لك شلون. الموضوع يا أخوان بالضبط أنا أقول لك إذا ما تقفل الباب على نفسك وتظل تقرأ وتقول خلاص أنا بدي أتعلم إنجليزي، صدقني من الصعب جدا إنه أنت راح تتعلم لغة إنجليزية. من هسه أقول لك إياها. طيب إذن أول شغلة لازم أخليها براسي وأخليها ببالي إنه أنا من أنوي أتعلم لغة إنجليزية، كل اللي قاعد يسمعني هسه لازم أقفل الباب على نفسي.
يعني أنا أحدد لي ساعة بهاي الساعة أقفل الباب وأخلي التليفون على صفحة وأقعد قرايتي بس أقرأ. هذه أنا الطريقة متبعها وتعلمت بها اللغة الإنجليزية، أبقى دائما قافل الباب على نفسي وأقعد أقرأ. إذا ما تسوي هيجي صدقني من الصعب جدا راح تعلم إنجليزي. واحد يقول لك تابع أفلام، تابع لك فيلمين وعفته، واحد يقول لك والله لا اسمع قصص، واحد يقول لك مارس لغة إنجليزية، وأنت وين من تحكي إنجليزي؟ هو مين من عندنا بالعراق يحكي إنجليزي؟ هو العالم تقول له هو أصلاً تقول له إنجليزي يقول لك أقول لك يا إنجليزي هو أنا عربي ما أدبرها، تريد تحكي إنجليزي؟ هذا الرد المتعارف دائماً وأبداً. فيا أخوان خلينا نعتمد على أنفسنا ونقرأ ونتعب. تعليم اللغة الإنجليزية مو بيوم وليلة تتعلم، نحتاج تعب ونحتاج سهر. بهاي الدورة راح أجبرك تريد ما تريد تتعلم إنجليزي، إذا تشترك وياي بهاي الدورة مجبور راح تتعلم، مو كيفك، أجبرك أنا على القراية مو كيفك، أنت تنجبر أن تتعلم. طيب إذا هاي طريقتي تقليدية. هسا واحد يجيني من هذولا اللي نسميهم إحنا يجوز نستله، يقول استاذ لا يجوز تعلم اللغة الإنجليزية بهذه الطريقة، هنالك طرق حديثة لتعليم اللغة الإنجليزية، ويبدي يحكي لي بفصحى وكلام معسل. بس هذا الكلام المعسل مع الأسف ما راح يمشي ويا طلابنا. أنا مجربة وشايف الطلاب ما راح يمشي ويا الطلاب. طلابنا إذا ما هو يقرأ ويتعب بنفسه ما راح يتعلم. ليش؟ لأن إحنا مجتمعنا ما يعني ظروفنا ما تسمح لنا انه احنا نتعلم لغه انجليزيه من خلال ممارسه اللغه الانجليزيه او من خلال متابعه الافلام، يعني احنا ما عندنا وقت. فاذا انا ما اجبرك على الامتحانات وعلى القرايه واضغط عليك وانت تضغط على روحك، صدقني ما راح تتعلم والله العظيم، ولا راح تصير فرصه عندك طول حياتك، كل حياتك راح تبقى مشغول وعندك ظروف. فخليك وياي بهاي الدوره اجبرك على التعلم من خلال الحفظ. إذن طريقة القراءة باللغة الإنجليزية يا أخوان هي تكرار الجملة بنطق صحيح. أنا عندي جملة ما حفظها أظل أعيد بيها 20 مرة 30 مرة 40 مرة لحد ما هاي الكلمة تنحفظ، مو كيفها، غصبا من ما عليها راح تنحفظ، مو كيفها راح تنحفظ هاي الكلمة. ليش؟ وليش؟ شنو السبب؟ السبب لأنه أنت بكثر الممارسة كثر الكلام راح الكلمة تنطبع. شلون أقول لك تنطبع؟ ببالك. تذكرون احنا كليتنا يعني بحياتنا مرينا بظروف صعبة او مرينا مرات بمواقف محرجة. فمثلا انا اتذكر لحد الان لحد هاي اللحظة كنت ما اقدر اقول كلمة مستشفى ما اعرف اقولها، اقول مستشفى او اقول نسيت شو اقولها. انا صراحة ما اعرف الفظ هاي الكلمة، يمكن صار ياكم هذا الموضوع، ما اعرف اقول مستشفى صراحه. يعني كلمه مستشفى باللغه العربيه ما اعرف اقولها، يعني هي مفردة عربيه بس انا ما اعرف اقولها، صعبه علي. فامي قالت لي قول وراي، قالت لي عيد هاي الكلمه، عيدها وياي، قالت عيدها، عدتها يمكن اكثر من 10 مرات 15 مره. حسيت نفسي بعدني ما قاريها، ظليت اعيد بيها، يعني حتى لو غلط اعيد بيها، يعني اعيد بيها. امي تقول لي لا مو هيك، تقول لي قول مست، اقول مست، يا بتقول لي أشفى قول أشفى، مست أشفى مستشفى. بعدين إلى أن تعودت صارت الكلمة سهلة علي. أكيد واحد من عندكم صاير ويا هذا الموقف إنه كلمة صعبة علي ما يقدر يحفظها، بعدين كثر نطقها إلى أن قدر يحفظها. طيب فإذا أنا راح أطبق وياكم نفس هاي الطريقة أخوان، نفس هاي الطريقة بالضبط، واللي هي طريقة التكرار. فاللي راح يبقى ويانا راح نجبر على التكرار، راح نجبر على التعلم. يستمر الكلام، نستمر بحديثنا، طبعا نستمر بحديثنا. هنا شو يقول الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية الخطوة الأخرى يقول لك عندما تقرأ يجب أن يكون صوتك مسموع، مو تهمس همس. ليش؟ على مود من تسمع راح تنطبع الجملة ببالك طبع وما راح تنساها أبد. إذن طلابنا الأعزاء الخطوة الأخرى لازم أنا من أقرأ أكون صوتي مسموع.
السبب لأن أنت تعرف السمع جدا مهم. يعني هسا أنت لما تقرأ قصة أنت بال نعم وقت المحاضرة هذا مثلا طلاب عينه وقت المحاضرة هذا بس مؤقت يعني بس لقاء أول هذا وياكم يعني هذا مو ثابت. طيب طلابنا الأعزاء لأنه أنت دائما الإنسان اللي يسمع السمع أقوى السمع ترى أقوى من النظر. يعني هسا أنت إذا أنا أحكي لك قصة مو مثل ما أنت تقرأ لك منشور على الفيسبوك قرأ لك منشور تنساه بس أنا من أحكي لك إياه أحسن. فدائما من تقرأ أقرب صوت عالي. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال خلينا نكمل الطريقة قال لك الخطوة الثالثة لا تقرأ بوقت واحد. مو غلط تقرأ بوقت واحد. شايف لما تروح للجامعة أنت قاري المادة قبل الامتحان بخمس دقائق والله جابوني تتذكر شيء ها قبل الامتحان بيوم الامتحان قريت المادة الصبح ورحت للامتحان كل شيء ما تتذكر تضيع الأول والتالي خلاص كل شيء معك. فليش أقول لك لا تقرأ بوقت واحد؟ يعني خلي قراءتك موزعة على اليوم. اقرأ الصبح راجع ثاني يوم الصبح أيضا عيدها كرر العملية مثلا تقرأ الصبح ارجع النوب عيدها بالليل ثاني يوم هم عيدها على مود تنطبع هاي ببالك. غلط تقرأ بوقت واحد. مثل الامتحان تقرأ قبل الامتحان تروح كل شيء ما راح تفتح. طيب إذن طلابنا الأعزاء إذن الطريقة الخطوة الثالثة إذن لا تقرأ بس بوقت واحد حاول تقرأ بأوقات مختلفة. نقطة أخرى إذا قرأت بالليل مرة أخرى الصبح بعدها بالليل راح تكرر العملية أكثر من 3 مرات مستحيل راح تنساها. إذن خلينا ناخذ مثال على هذا الموضوع. خلينا ناخذ مثال على هذا الموضوع. طيب يقول لك مثلا على سبيل المثال don't mention it بمعنى لا داعي للشكر. يعني مثلا هاني مثلا على سبيل المثال شخص محتاج لابتوب وأنا ساعدته قلت له هاك هذا اللابتوب وكلش لابتوب مرتب وزين وحلو فعجبه وهو جاي يقول لي شكرا جزيلا أنا ممنون من عندك thank you very much for that. أنا أرجع أقول له don't mention it معناها لا داعي للذكر. هاي الكلمة من عندكم ما يعرفها؟ تنفتح المايك من عندكم ما يعرفها؟ نفتح لكم المايك من عندكم ما يعرف هاي الكلمة؟ مرات وياي كنا don't mention it. نعم يلا وياكلكم بصوت عالي انتو يعني بينك وبين نفسك تسد المايك او تفتح المايك عادي don't mention it يعني لا داعي للشكر. حاول تعيد هاي الكلمة 10 مرات 15 مرة طبعا وهي القراءة كتابة تقراها الصبح تعيدها بالليل الظهر تقراها وبالليل تعيدها خلال قريتها الصبح بالليل ثاني يوم الصبح قريتها بالليل ثاني يوم الصبح بالليل اقراها خلال يوم كامل اعيدها 3 مرات 4 مرات الصبح 10 مرات بالليل الظهر 10 مرات بالليل 10 مرات 30 مرة كل مرة 10 مع الكتابة واللفظ طبعا اذا زود بعد افضل don't mention it لا داعي للذكر تقرا بصوت عالي وتقرا اللفظ وياه بالعربي don't mention it. هاي تعلم اللغة الإنجليزية طلابنا الأعزاء تقريبا اللي عابر الثالث متوسط هذا الثالث متوسط الحد الجامعة عادي يعني هو يشمل كل المراحل بس مو مال صغار يعني مو مال طالب عمره مثلا على سبيل المثال يعني طالب عمره يعني سادس ابتدائي أو خامس ابتدائي أعتقد ما راح يقدر لأن إحنا راح نعطي كمية جدا كبيرة بالقراءة باليوم الواحد don't mention it يعني لا داعي للشكر. طلابنا الأعزاء ده تقرون عيدوا يا عيد هسه عيد don't mention it بمعنى لا داعي للشكر. طيب ركز يمي زين don't mention it بمعنى لا داعي للشكر قررنا 10 مرات هسه اريد اسالكم ما تحس نفسك حفظت هاي الجملة؟ Of course.
ضبطها. إيه إذن هذه هي الطريقة يا طلاب، طريقة التكرار مع الكتابة، وهذا الشيء راح يخليك تضبط الكلمة يعني مليون بالمئة. فإحنا إن شاء الله راح نتبع طريقتنا إن شاء الله بطريقة تعلم اللغة الإنجليزية، طريقة تعلم اللغة الإنجليزية. طيب خلينا نكمل. إذن طريقة القراءة الصحيحة مثل ما ذكرنا، طريقة القراءة الصحيحة هي نقرأ مثلا على سبيل المثال، تقرأ الصبح كل جملة 10 مرات، والظهر أيضا 10 مرات، وبالليل تكتبها أيضا على مود تكتب جملة على مود تثبت المعلومة. طيب على مود تثبت المعلومة، هذه هي الطريقة. إذن تكتب الصبح كل جملة 10 مرات، الظهر 10، وبالليل أيضا تكتب 10 مرات. خلينا نكمل، خلينا نكمل، خلينا نكمل. تبعوا علي يا طلاب، عفوا التعليقات. طريقة صحيحة رقم 2، تقرأ بالليل وثاني يوم تراجع، والظهر يعني تقرأها بالليل، ثاني يوم الصبح وثاني يوم أيضا بالليل، يعني الصبح ثاني يوم الصبح بالليل، وعفوا بالليل صبح بالليل. هيك راح تكون الطريقة الصحيحة رقم 2. إذن بالبداية الصبح، ظهر 10 مرات، وبالليل يعني الصبح 10، ظهر 10، بالليل 10. ثاني طريقة أقرأها بالليل وثاني يوم أراجعها، صحيحة مو مشكلة. أهم شيء يصير تكرار مو بوقت واحد. خلينا نكمل. أستاذ هاي الملاحظات نكتبها؟ لا لا، هنا موجودات كلهن بالسلايد والمحاضرة مسجلة إن شاء الله، وتقدرون ترجعون عليها. طريقة صحيحة رقم 3، تقرأ الصبح وبالليل وتراجع ثاني يوم، ثاني يوم يعني تقرأ الصبح وبالليل وثاني يوم أيضا تراجع. قرأت الصبح وانت عندك دوام مثلا، أو عندك شغل، أو انت عندك شغل بالبيت أو خارج البيت، قرأ الصبح وبالليل، ثاني يوم الصبح أراجع. أيضا هذه طريقة صحيحة، هاي الطريقة صحيحة يعني كل صح. عيدهن، الصبح 10، الظهر 10، بالليل 10، صحيحة طريقة تمام. تقرأ بالليل وثاني يوم تراجع الظهر وترجع النوم بالليل، ايضا طريقه صحيحه راح يصير تكرار. والطريقه الثالثه، تقرا الصبح مثلا وبالليل امس، يعني ما اريد ادوخك، اختصر لك الكلام، تقراها الصبح وتقراها ظهر وبالليل، تقراها الظهر ثاني يوم الظهر وبالليل. اهم شيء مو تقراها بوقت واحد، اهم شيء ما تقرا الجمله او الكلام بوقت واحد. خلونا نكمل، خلونا نكمل. نجي على طريقة خاطئة للقراءة، طريقة خاطئة للقراءة، هاي الطريقة مو صحيحة. خلينا نشوف الطريقة الخاطئة. الطريقة الخاطئة، تقرأ الصبح كل جملة 30 مرة. يعني مثلا تجي تقعد الصبح تقرأ من 9 للـ12، تقرأها 30 مرة، تقرأها 40 مرة، هاي الطريقة خطأ مو صحيحة. ليش مو صحيحة؟ لأن ما راح يصير عندك تكرار. تقرأها بوقت واحد راح تنساها، شلون الامتحان؟ تقرأها قبل الامتحان تروح تمتحن كل شيء ما تجاوب. خليك تقرأها بوقت واحد. خلونا نكمل. طريقة الخاطئة رقم 2، ترجع تعبانة من الشغل وتقرأ بالليل وبس. جيت مثلا تعبان، جيت من الدوام أو جيت من المدرسة أو جيت من الشغل أو جيت من الدورة، أي شيء كان، أو أنت مثلا أم بالبيت، يعني أنت أم بالبيت تعبانة، كملتي شغل، أجيتي تريدين ترتاحين، شو تسوين؟ أنت تعبانة جاية ترتاحين، قومي تقرين، هذا شيء غلط، ما راح تستفادين كل شيء، لا تقرين بالليل. طريقة القراءة بالليل وأنت تعبانة أو أنت تعبان غلط تماما. ملاحظة، إذا كنت تقرأ الكورس وحدك يفضل أن تدرسه بين يوم ويوم. إذا هذا الكورس إذا أنت تحب تشتري ورقي وتقرأ وحدك، أنصحك تقرأ بين يوم ويوم أيضا على مود تراجع المادة وحتى تقدر تستذكر المعلومات. طيب إذا طلابنا الأعزاء، هذا مقدمة للأشياء اللي أخذناها. هسه إن شاء الله، هسه إن شاء الله راح الثانية لتعلم اللغة الإنجليزية.
الخطوة الثانية لتعلم اللغة الإنجليزية. هنا طبعا هذا أول شيء عندك التحية. التحية طبعا هنا راح نحكي عن المفردات اللي احنا ناخذهم بالتحية. طيب أول مفردة هي hello، أعتقد كلكم تعرفونها، معناها مرحبا. good morning بمعنى صباح الخير. good morning، good morning صباح الخير. good evening مساء الخير، يعني هاي من تصير الدنيا مساء نقول للواحد good evening. عندنا أيضا good night اللي هي طابت ليلتك، ويفضل إحنا نقراها good night. good night أفضل مو good night. good night يعني يصير أسرع شوية أفضل. good night good night. كذلك عندي واتساب. واتساب بمعنى مرحبا أو بمعنى كيف حالك. واتساب how are you doing أيضا بمعنى كيف هي الأحوال. كيف هي الأحوال. إذن ركز يمي زين how are you doing. هذه الطلابنا الأعزاء إذا تريد تتعلم إنجليزي وجاي من كل قلبك تريد تتعلم إنجليزي أقعد أحفظ كلمات وأحفظ جمل. هذه تريد تضحك على نفسك وتريد تقشمر روحك وتدور أفلام وتدور أغاني وتدور أفلام كرتون، والله ما راح تتعلم، والله والله ما راح تتعلم إنجليزي. هاي الكلاوات حاش السامع وحاش الموجودين ويانا حاش الناس الخيرة، هاي الكلاوات اللي يعني مع احترامنا لبعض صناع المحتوى اللي يضحك على الطلاب ويقشمرهم ويقول لهم تابع أفلام تعلم إنجليزي أقرأ قصص، والله إذا ما تقرأ بيدك بنفسك وتتعب وتحط دفتر وقلم وتجيب من اليوم دفتر وقلم وتحطها وتقعد تقرأ وتعلم، والله ما راح تتعلم إنجليزي. وعلمتك على طريقة تعلم اللغة الإنجليزية، شلون الطريقة؟ من خلال التكرار. أجيب الجملة أظل أقرأها 20 مرة 30 مرة وأكتب الكلمة بالإنجليزي وبالعربي وأعيد وأسقل إلى أنا أتعلم. غير هاي الطريقة والله ما راح أتعلم. أنا تعلمت إنجليزي هيك، هي الجمل والكلمات موجودة بالأفلام. طبعا هذا أحد التعليقات اللي يقول هيك صحيح، ما أعرف رأيكم هل هو موافق لأفكاري أم مخالف، بس أنت قلتم موجودة بالأفلام. الأفلام ما راح تحفظك الجملة، يعني مو كل كلمة بالجملة راح تشوفها بالفيلم راح تتعلمها. أنت لازم تحفظ جمل منها وتصير قوي بالكلمات وبالجمل وتروح تتابع أفلام أمورك تمام. أما أنت لا عندك كلمات لا عندك جمل لا عندك معاني وجاي تتابع أفلام تريد تتعلم إنجليزي، والله ما راح تتعلم، والله العظيم ما راح تتعلم. هذا أحب أقولك إياه زين. احفظ جمل وبعدين روح تابع افلام. انت لا حافظ جمل لا تعرف كلمات لا تعرف تقرا جمل وتروح تتابع افلام وتتابع اغاني تريد تتعلم انجليزي، لا والله ما راح تتعلم انجليزي. احب اقول لك هاي السالفه زين عيني. او هذا كلام اذا احكيك اياه من ارض الواقع، انا تعلمت انجليزي هاي ملزمه كامله عندك اسئله واجوبه، اقول هاو ار يو دوينج كيف هي الاحوال، هاي الجمل كلهن احفظهن كلهن وراح اسوي لكم به امتحان. ايضا عندي جمل مال تعارف how are you keep in touch يعني خلينا على تواصل، take care اعتني بنفسك، feel at home يعني بمعنى يعني البيت بيتك، احنا نقول عليه البيت بيتك يعني انت مو قطاع هيك نقول عليه feel at home. ايضا عندي جمل للدعوات would you like to come with me، لما اريد اعزم الواحد اقول له ها شنو رايك تجي وياي، Would you like to come with me؟ هاي الجمل إذا أنت ما حافظها بالإنجليزي شلون راح تتعلم إنجليزي؟ شلون راح تفهم الأفلام وأنت ما تعرف هاي الكلمات؟ زين؟ تعلم هاي الملزمة إن شاء الله موجودة للطلاب المشتركين بالدورة ويانا. طبعاً مثل ما تشوف قدامك هنا ماهر will pay the bill يعني ماهر راح يدفع pay the bill راح يدفع فاتورة. هاي الجمل كلهن راح نقراهن ونتناقش بيهن نغير بيهن سؤال وجواب ولب لب لب وإلى آخره، بعدين ننتقل على التمارين هنا. طبعا هاي الملزمة تسحبها أنت وتمتحن نفسك هنا. شنو معنى واتساب؟ تكتبه بهذا الفراغ. شنو معنى تيك كير؟ تكتبه بهذا الفراغ. شنو معنى نايس تو ميت يو؟ تكتبه بهذا الفراغ. شنو معنى فيل آت هوم؟ تكتبه. شلون تمتحن نفسك؟ هذا راح أسألكم يومية بالامتحان إن شاء الله بالدرس.
ايضا هنا عندك تمارين، شنو معنى شكرا على زيارة؟ شنو معنى لم افهم؟ شنو معنى بلغ والدك تحياتي بالانجليزي؟ شنو بمعنى هل ترغب بمرافقتي؟ تجي وياي بمعنى يعني هل ترغب باكل شيء؟ شلون اقولها بالانجليزي؟ هذا فراغ انت تكتبه. انا راح اسالكم واحد 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 واحد، اسالكم اجبرك على الحفظ. هنا من تحفظ الكلمات انت وتروح تتابع افلام راح تفتهم، وراح انزل لكم افلام اني محادثات باللغه الانجليزيه بين شخصين، اشوف لكم فيلم، اشوف لكم فيديو ونتناقش به بالانجليزي. بعدين ايضا عندي كلمات مخربطه نرتبها، وبعدين هذا عندنا صور. يعني مثلا هنا يقول لك ماهر will pay the bill، ماهر سيدفع الفاتوره. مين يقول لي يا خيار بهذين الصور؟ يا صوره تحكي عن ماهر راح يدفع الفاتوره، من يقول لي؟ من يقول لي يا صوره هاي؟ رابع صوره استاذ. بي. نعم لا مو رابع صوره، الجواب الصحيح بي، لان هذا طلع الفاتوره مطلع فلوس اللي يدفع. I didn't understand what you have said. والله ما فهمت انت ايش قلت. هاي. هل ترغب بالمجيء معي؟ يا صورة هاي. اي سي. How about having a picnic؟ ما هو رأيك بالذهاب إلى بيكنيك رحلة؟ وين هاي الصور موجودة عندي بيكنيك رحلة؟ هذا الدور إن شاء الله يكون راح يصير بهذا الشكل. بالأخير عندنا اختبار، أيضاً الاختبار راح يكون على شكل صور، يعطيك صورة ويعطيك جملة وأنت تشوف الصورة يا صورة مناسبة للمعنى. خلي مثل هذا الاختبار بالإضافة إلى كلمات مخربطة أيضاً أنت ترتبها. يعني هاي الجمل راح خليك تحفظها وراح خليك تناقش فيهن، وراح ناخذ ايضا محادثات سؤال وجواب ونقاش، ايضا مثلا نشوف الفيلم ونشرح معناه، وبعدين نعرض لكم اياه بالانجليزي، بعدين نعرض لكم بالانجليزي بالعربي، بعدين بس بالعربي، ونشوف شنو قالوا وليش قالوا وليش استخدموا وليش، وايضا نحاول نحكي ونسولف باللغه الانجليزيه. طبعا هذه المحاضره هي فقط مقدمه لدوره الخطوه الثانيه بتعلم اللغه الانجليزيه. فبالنسبة للطلبة اللي منضمين ويانا قبل يعرفون نظامنا وشايفين احنا شلون تعبنا وياكم وشلون استفادوا، وبالنسبة للطلاب اللي اول مرة يحضرون ويشوفون دورتنا نرحب بكم، وهذا الملزمة موجودة للطلاب اللي راح يشتركون بالدورة ويانا. هاي المحاضرة هي مقدمة يعني لكل الطلاب. المحاضرة القادمة نبدأ بالدرس الاول ونبدأ بشرح ذوله وشو وقت نستخدمهم وليش نستخدمهم وليش نقول هالكذا وش وقت نقول، بعدين اخر شيء نسوي اختبار ونسال ونستفسر. وهاي الصور يعني اكو من عندها نماذج كثيره ايضا، نعطيك صوره وانت تشوف ليش استخدمنا كذا وليش استخدمنا كذا. فطريقه جدا جدا حلوه وفعاله وراح تستفاد ان شاء الله من عندها. اذا هسه حاليا احنا اول شغله طلابنا الاعزاء، حتى ما ندوخكم ولا تصير غوسه،